ربيع من صملوط من قلوس حبيبنا ربيع الله يخليك. عامل كام ربيع؟ ده عامل 37,000. 37 ما شاء الله. ولو اتباع وزني مش احسن؟ والله هو جاي جعان. لا جاي جعان النهارده. صحيح بيخس 30 كيلو السوق غير البيت؟ ايوه خس. يعني اجل لما يجي في عربيه يخس فعلا 30 كيلو؟ ايوه خس. بيتباع في البيت؟ ايوه خس. ايوه خس. عامل كام نفس النهارده؟ النهارده 70 71 72 في قلب البيت. يبقى اتحرك طيب. ايوه تمام. المونه غاليه فعلا؟ اه المونه غاليه. هي اللي مضره الدنيا. المونه هي الهدف السابق. هاي المونة ولا المستورد؟ لا المونه غاليه. المونه اكتر حاجه. المونه غاليه. المستورد متفقس. اللحمه بتاعه تعرف. وارد يرفع تاني الدكر؟ وارد يرفع. وارد يرفع. اي احنا دينا تقريبا شهر واحنا ثابتين على 68 70. وارد يرفع. اي لو المستورد خف الوارد المستورد البلد هيرفع تاني. لو خف المستورد. لو المستورد خف البلد هيرفع. هيرفع. ولو الناس فقست المستورد اكتر هيرفع برضه البلد. انا سامع ان المستورد ب 63 نفس. اه المستورد لان الناس فاجس فيه اللحم. اللحم الطعم طعمه مش كويس. انت عارف ان هو بيقعد اربع شهور عندنا هنا؟ بيقعد اربع شهور عندنا. هو جاي من ايوه جاي من اربع شهور. ايوه اربع شهور خمس شهور. يلا ربنا يبارك لك. الله يخليك. الف شكر للرجال. محمد منين يا سليم؟ من الجيس. احسن ناس الجيس دي بني مزار. ايوه. ايه اخبار السوق النهارده؟ والله حلو كل حاجه على جاد. التكر عامل كام نفس؟ 70 جنيه. 70 ده عامل كام معاك ده؟ ده عامل 20,700. حلو ما شاء الله. طب ده يتدبح ولا يتقلب تاني؟ ده يتجانى. يتجانى لسه يتقلب تاني يعني ياخد كام شهر تاني؟ على حسب قال لي اكل ياخد له. على حسب المونه ممكن ياخد له شهرين ثلاثه. شهرين ثلاثه يوصل 600 700. لا ما فيش 600 700 ممكن يوصل 400 500. اه لو علفه كويس. ايوه الله يبارك لك استاذ. ربنا يبارك. هنا محمد من المنيا. احسن ناس يا محمد. كنت في سوق المنيا يوم الاثنين؟ لا. عامل ايه السوق النهارده؟ اسعار عاملين كام دول؟ ب 36 الاثنين؟ ايوه ما شاء الله. طب دول اخش سكه طواله طبعا. ايوه ياخدوا كام شهر دول بيوصل 500 دول؟ لا ده سعرها لما لسه حاجات قليل. ياخدوا قد ايه يعني علي؟ ياخدوا 15. خمس شهور؟ ياخدوا خمس. الله يبارك لك. انا ما بيده ده حال حاجه عمي ده صح. ايه اخبار الدكر النهارده؟ حلو الجو يعني مظبوط. يعني كام نفس النهارده؟ هنا 68 ممكن 68 هو دول شهر ثابت على الوضع. 68 ممكن يرفع الفتره الجايه ولا والله ظروفه الجو مش هيرفع. بس اللحمه العلف هو العلف. العلف الجو وحش برضه. السكينه ميته هو اللي مخلي السوق مريض. عربيه تعالى كده. الله يبارك لك. يا كل واحد جزار واول شحات ده في العربيه. ايوه المفروض يبيع ب 120 هيك. والله المفروض يبيع ب 140 ب 8 ونص. ب 8 ونص. السلام عليكم ورحمه الله. سامي يا باشا. عامل كام يا سامي؟ عامل 17,400. 17. اه السوق حلو النهارده. حلو 100 والله. ده يخش طواله ده. ايوه يخش طواله. شغل كام شهر لما يوصل؟ يعني 3 4 اشهر. 3 4 اشهر ان شاء الله. اديني رقم تليفونك يا سامي بعدين. ايه يا باشا؟ رقم تليفونك 012 ايوه 74 14 83 27. لو حد احتاج اي ذكر على عيني يا باشا. على عيني ان شاء الله. شكرا يا سامي. شكرا. ماشي يا ابو سامي. يا ابو سامي ان شاء الله. ماشي اتفضل يا باشا. 100 100 يا باشا. اسمك كريم. عمار. منين يا عمار؟ من هنا. ايه اخبار السوق النهارده؟ لا يا عم افتح الله. ها خد. مع اخويا. وقفته على صور هنا. اه صور. بكام ده يا حاج؟ بكام ده؟ 22,000 ما شاء الله. يقعد قد ايه على الطواله ده لما يطلع علف؟ ايوه يا عمي 3 شهور. 3 شهور ما شاء الله. الله يبارك لك. الله يبارك لك يا حاج. البركه. هلا ازيك يا معلم رضا؟ النبي ببلاش. عامل ايه يا معلم رضا؟ اخبارك؟ شوف ببلاش. يلا كده. ازيك يا عم رضا؟ يلا حبيبي ببلاش. السلام عليكم. اوعى شاب ترفسك يا ريح فاهم. اسمك كريم. محمد ابو قعوه. منين يا حاج محمد؟ من الجيس يا عم. احسن ناس يا محمد. الله يخليك. ايه اخبار السوق النهارده؟ 100 100 والله. ماشي الجنيه؟ ماشيين الحمد لله. عامله كام البقره الحمراء الحلوه دي؟ 19,000 الا 100. عشر كام؟ لا فاضي. فاضي كسر كام جوز؟ كسر جوز. كسر جوز. اه ب 19؟ 19,000 الا 100. فيها لبن طبعا اكيد. اه فيها لبن اهي. طب والعجل البكريه ولا دي والده ولده دي؟ دي والده ولده ب 15,000. دي برضه فاضيه برضه. فاضيه ايوه كسر جوز. واللي جنبها؟ واللي جنبها فاضيه كسر جوز. كله ده فاضي قاطف يعتبر. كله فاضي قاطف. اللي جنبها برضو الثالثه دي رقم 3 دي فاضي. فاضي
فاهم على سكه طالع علف ده ممكن يدخل علف؟ اه يدخل علف اي يقعد قد ايه طب محمد تالف قبل ما يديني وزن؟ شهرين حسب الاكل طب ياكل ايه لو حب يدخل ال نخالة خشنة ودقيق ومركزات في حد بيبيع بقرة تسمين يعني اجدى بكريه مع الشجرة كبيرة وبيحلها في موجود موجود يعني. ايوه موجود ايه اللي يخلي واحد يضحي بعجله بكريه ممكن لسه مستقبل قدامها يبيعها لحم ما يستناش عليها ليه ما تعش والله بقى حسب الوضع يعني حسب الوضع اللي ملاقي مش لاقي عاده له يقول لك نذبح البكر ولحم نظيف زي الضأن ان القانون بيجرم الكلام ده بالظبط كان المفروض الجوز والاربعه طب ايه رايك انت اجيب عجول اسمنها ولا اخش على البهام القطف ده على فوق هنا اسرع والله هو احنا بنجيب البهام القاطف لانه البهام القاطف اخر شهرين معانا وما نغير ايوه الدوره قريبه لكن الذكر بيقعد 6 اشهر 8 اشهر وفي سنه تمام عرفت فالافضل يعمل مشروع يجي ياخد بهام قاطف زي كده ويسمي المشروع القاطفي عندك مزرعه بتجيب بهام قاطف توقفه 50 يوم شهرين تغير رقم تليفونك طب ممكن لو حد احتاج بهام قاطف طيب 011 27 3-2 6-6-1-2-6 مرة تانية بعد إذن 011-27-3-2 6-1-2-6 لو أي حد احتاج أي بهايم قاطف ممكن أرن عليك يا عم حياك الله ماشي. شكرا متشكرين الله يبارك لك عاملة كام المجرون دي يا عم عاملة كام المجرون دي 16000 ومية ما شاء الله دي قاطف ولا قاطف افتح سنة حبيبي كده افتح سنة 6 كسر 6 سنين كسر 6 الله يبارك لك الله يبارك عليكم السلام ورحمه الله مازن حجازي منين يا مازن من الجيس انت شفنا لك برضه لك ايه اخبار الطاقه النهارده والله السوق ماشي الحال انت معاك ايه النهارده انا 10 ده عجول عمار دي عجول ايوه بياكلوا الربيع كله دول لا ده دي تسمين على طول لا يعني لسه صغيره على التسمين لا ما يخش تسمين على المعالف على طول هيطلع الدحيه البام زي دي يطلع الدحيه دي تمام يعني لا ما ده ما اقدرش ما ينفعش اعلف ده انا وكله برسيم الاول ايوه ياكل برسيمي يفلع يفشان العجل يفشان يفشان صور البام يا باشا وشوف الدنيا اسعار طب اديني اسعار شوف اللي انت عايزه انا اديك الاسعار يا معلم دعم كام ده دعم 15700 ده السعر اللي انت هتبيع بيه السعر اللي هو حاجه اللي هو اخده من الفلاح 15700 واللي جنبه الثاني الابيض وده عامل 14.5 يا عمده ما شاء الله عشان سلاله ده بهايم سلاله وبهايم نظيف الله يبارك لك بصراحه اوعى بشار اللي جنبه الثاني تعالى هنا كده دوت ب 17100 تمام رقم 3 رقم 3 17100 17100 دي ب 17600 الفريزه الكبير دي تمام واللي جنبه ب 15100 هو مال حلو بصراحه مال رايق تعالك عند المال واتفرج على مال اه الكاميرا بتصور هناك ولابلك اه اللي جنبه لابلك دي اهو 15400 ده جميل احسن منه ضهريته ودي دي عجل منهم ده دي ضهريته حلو دي عجل منهم ب 17750 واللي جنبه ودي ب 16400 ب 16000 رقم تليفونك يا مازن بعدين 011 25 48 46 الف شكرا شكرا لله